هنتكلم دلوقتي على جزء خاص بالماكس اسمه السبينرز. السبينرز دي يعني معناها ايه؟ معناها ان اي، لو انا رسمت مثلا بوكس كده، اي سهمين فوق بعض دول اسمهم سبينر. لو انا اخترت اداة الموف تول، اي سهمين فوق بعض هنا اسمهم سبينرز. استفيد من السبينرز دي بايه؟ ممكن اقف مثلا على البوكس واقف على السبينرز دي واعمل كليك وما اشيلش ايدي مع الكليك. لو طلعت بالماوس لفوق اليه يعني بيزود لي في اللينس بتاع الايه البوكس، لو نزلت بالماوس لتحت اليه بيقلل لي في اللينس بتاع البوكس. يبقى على حسب السبينرز ده بيتحكم في ايه في البوكس، يبقى انا اقدر استخدمه. لو عملت عليه رايت كليك يبقى السبينرز ده بصفر، رايت كليك يبقى السبينرز بصفر. هعمل كنترول زد زيه زي اي برنامج يرجع لي الايه الرقم تاني في الاصل. طب لو انا مسكت السبينرز رحت جاي طالع كده فوق خالص، جت لما خبطت في الشاشه، اول ما هخبط فوق هلاقيه نزل من تحت تاني اهو، وعمال يزود في طول البوكس. برضه لو طلعت فوق تاني هتلاقيه نزل من تحت، اصبح البوكس دلوقتي ايه طويل. نفس الموضوع ممكن اشده لغايه لما انزل ايه تحت، الاقيه برضه طلع من ايه من هنا. يبقى ممكن انا اطول السبينرز وممكن انا ايه اقلل في السبينرز بتاعي. ما ننساش بقى ان حته الرايت كليك دي، ممكن اقف من هنا كده، ممكن ان انا اقف من هنا واعمل رايت كليك، وبعد كده اعمل رايت كليك هنا ورايت كليك هنا ورايت كليك هنا. يبقى انا كده استخدمت السبينرز ان انا خليت البوكس ده في الصفر والصفر والصفر على الشبكه. يبقى معنى كده ان السبينرز جوه الماكس هلاقي في كل حاجه. حتى لو فتحت الماتيريال بتاعه الماكس هلاقي برضو ان اي ماتيريال انا هبتدي افتحها او اتعامل معاها هلاقي جواها نفس الموضوع، موضوع الايه السبينرز اللي احنا قلنا عليه. اي ماتيريال هلاقي فيها سهمين فوق بعض دول اللي هم السبينرز. وان شاء الله لما هنتكلم في السنابنج تول هنتكلم على السنابنج على حاجه اسمها سبينر سنابنج، برضو هنتكلم على النقطه دي. النقطه اللي بعد كده عندنا حاجه اسمها نيوماريكال اكسبريشن تطلع ب كنترول ان، حاجه كده زي الكالكوليتور. يعني انا مثلا البوكس اللي قدامي ده انا هعمل الت دبليو عشان اكبر الفيو بورد. البوكس اللي قدامي ده عباره عن 100 في 100 في 100. لو انا عايز اكبره بقيمة مثلا 50، تمام، فممكن اقول له زائد 50 هنا على 100. طب لو هنحط بس رقم كده غريب شوية، 132 111 105، عايز اكبر البوكس ده ازود عليه 45 على 132. طبعا مش هقعد اجمع بقى في مخي 45 دي، فهعمل كنترول ان وانا عامل سيليكشن على الرقم، تمام، وهكتب ايه؟ هكتب 132 زائد 45. 132 زائد 45، مجرد انا بقول له بيست الرقم الناتج هيطلع 177. مجرد انا بقول له بيست راح جاي طلع فين في الرقم ده. يبقى كنترول ان هي عباره عن كالكوليتر جوه الماكس. هعمل كنترول ان تاني، طلعت الكالكوليتر الخاصه بالماكس، هقول له 111 ناقص 33، يبقى 111 ناقص 33 اوكي، فهتساوي 78. يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا بدل ما اعمل العمليه الحسابيه في دماغي بعملها جوه الماكس باستخدام الكالكوليتر اللي هو ايه كنترول كنترول ان. هنخش في نقطه بعد كده حاجه اسمها كاستمايز يوزر انترفيس. دي عن طريقها ان انا بقدر اتحكم في شكل الفيو بورت اللي قدامي، واتحكم في شكل اليونت سيت اب، واتحكم في الحاجه اسمها اللي اوت. نتعرف على اول حاجه، هقول له كاستمايز، نقول له كاستمايز يوزر انترفيس، سوري هقول له كاستمايز واقول له بعد كده كاستمايز يوزر انترفيس. هنا مثلا احنا افترضنا ان احنا عندنا الوان اللي جوه الماكس، اما اللون الفاتح الدارك اللي هو كان باين في بدايه التسطيب للماكس، او اللون الغامق اللون الغامق الدارك اللي كان باين في اول التسطيب، او اللون الفاتح اللي هو احنا شايفينه قدامنا ده. ممكن بعد كده اخش في الكالرز احط الوان تانية خالص، اقول له انا مثلا عايز الباك جراوند بدل ما تبقى لونها رصاصي، سي مثلا سي مثلا عايز يبقى لونها ايه اللون ده. مجرد انا بقول له ابلاي كولر ناو، الماكس كله يتقلب باللون ايه الفظيع ده. ممكن برضو اقول له ايه من هنا انا عايز اعمل سيف
للون او لود للون انا كنت مسيبه قبل كده، او ريسيت يعني رجحوا لي ايه زي الاصل، والاصل بتاعنا اللي هو اللون الغامق. تمام، يبقى انا كده قدرت ان انا مش حتى مش هلعب في الباك جراوند، بس ممكن العب في اي حاجه، اي لون جوه الماكس ممكن استخدمه واغير شكله، شكل القوائم، شكل التكست، شكل الزراير، كل اللون انا ممكن اغير شكله جوه الماكس. ما ننساش ان احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان انا ممكن اغير الماكس ككله عباره عن سيمز، اقول له لود يوزر انترفيس واقول له انا عايز اللايت واقول له اوبن، يرجع لي الماكس ده يعتبر ايه زي اكنه سيمز بقى الكل للفونتات وللزراير وللون بتاع الخلفيه، يعتبر سيمز كامل للايه للماكس. لو انا هسيف يوزر انترفيس يعني مثلا انا حطيت لون هنا مثلا ازرق في الخلفيه، ممكن اقول له في كاستمايز ده اقول له ايه سيف يوزر انترفيس، بسيبه فين؟ بسيبه على الملف اللي هو اسمه يو اي، نفس الملف اللي احنا كنا بنسحب من عنده الملفات بتاعه الايه الدارك والملفات بتاعه الايه اللايت. الحته دي مهمه ان انا بغير اليونت بتاعه الماكس. انا دلوقتي عندي البوكس ده مكتوب عليه 177 في 78 في 105. طيب 177 ايه؟ 177 سنتي، 177 مللي، 177 كيلو. الوحده مش معروفه، عشان اعرف الوحده جوه الماكس اقول له كاستمايز يونت سيت اب، اقول له الوحده متعرفه بالايه بالمتريك. تمام، الوحده متعرفه بالمتر يعني بالمتر او بالسنتي او بالملي او بالكيلومتر. فقلت له بالسنتي وقلت له اوكي، هلاحظ ان ال 177 كبرت بقت 499 ومكتوب جنبيها ايه حرف السي ام سنتيمتر، والبوكس ما حصلش فيه حاجه على فكره. البوكس زي ما هو 199 او 100 كان وات ايفر، كانت 100 179، فكانت 179 يبقى انش، لان انا ضربت 179 في 2.54 هيبتدي. هو بقى بيجيبها مع نفسه. طبعا طلع لي الناتج ده بعد ما ضربت في 2.54، يبقى معنى كده ان كانت الوحده الاساسيه كانت بالايه بالانش. لو عايز ارجعها تاني اقول له كاستمايز، اقول له يونت سيت اب، وفي اليونت سيت اب اقول له خليها ايه جنرال يونتس، ترجع تاني 177 ايه 177 انش. تمام، طبعا دي مهمه مهمه جدا، الوحدات دي انا اظبطها في بدايه الشغل بتاعي جوه الماكس، عشان ما اجيش اعمل مثلا ترابيزه ارتفاعها اكتب هنا 100، انا كنت فاكر ان هي 100 سنتي، لا هتبقى 100 انش، يبقى ارتفاعها 3 متر وحاجه. طبعا نخلي بالنا من الموضوع ده ايه كويس جدا. النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها الفيو بورت كونفيجريشن، اللي هي اللي اوت للايه للفيو بورت. دلوقتي في سؤال، لو انا عملت الت دبليو وحبيت ان انا اشيل الفرونت مثلا مش محتاجه، انا عايز اخلي توب ليفت واخلي برسبكتيف في الحته دي كلها كده، تمام، ممكن حد يقول لي طب اشد ده كده. طب انا لما اشد ده كده هو بيقلل التوب مع الفرونت صح، لكن انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشيل فيو بورت بحاله واخليه يحل محله فيو بورت اللي هو الفرونت. هعمل كليك على البلس اللي موجوده هنا واجيب فيو بورت كونفيجريشن، وفي فيو بورت كونفيجريشن هجيب حاجه اسمها اللي اوت. في اللي اوت هلاقي كذا لي اوت للماكس، من ضمنهم اللي اوت اللي انا عايزه اللي هو ده صح، اللي هنا الكبير اهو الاتنين صغيرين، بس هنا الاسماء مش مظبوط. انا عايز ده يبقى توب وده ليفت وده برسبكتيف، يبقى ده مظبوط، يبقى ده هيبقى ايه ليفت وده هيبقى برسبكتيف، واقول له اوكي. هلاحظ ان فعلا في فيو بورت طار مني خلاص وحل محله برسبكتيف اللي هو الفيو بورت الكبير ده، وابتدى الفيو بورت التوب والليفت يبتدوا ايه خدوا الحيز نفس الحيز بتاعه. عشان ارجع الموضوع تاني هعمل كليك برضو هنا كونفيجريشن فيو بورت، ممكن اعمل كليك هنا في اي واحد واقول له انا عايز اللي اوت الاربعه تبقى دي برسبكتيف، تبقى دي فرونت توب، ويبقى ده ايه ليفت، واقول له اوكي، يرجع الفيو بورت الايه الاصلي زي ما كان. لو عملت زد على الكيبورد يعمل لي زوم اول على الشكل اللي ايه اللي انا ماسكه. طبعا النقطه دي مهمه قوي لو انا بشتغل في مشروع كبير ومش محتاج فيو بورت من الفيو بورتات، مكتفي بمسقطين بس، فممكن اعمل ايه الحركه دي. هنا انا شارح بنجيبها ازاي، بنعمل كليك على البلس وبعد كده بنجيب فيو بورت كونفيجريشن. في حاجه اسمها الفيو كيوب،
احنا شايفينها من هنا اهي. تعالى نكبر كده بالالت دبليو، نعمل الالت دبليو او نعمل كليك هنا كده. فاحنا كبرنا البرسبكتيف، هنبتدي ان احنا نتعلم مع بعض ازاي نستخدم الفيو كيوب دي. الفيو كيوب انا عملت كليك هنا اكني بعمل اوربت فيو، اللي هي ايه الت وزرار في النص بالماوس، دي شبهها. ولو عملت كليك هنا كده على الهوم يرجع لايه المنظر للهوم، تمام. ولو عملت كليك على الفرونت يجي فرونت، لو عملت كليك على التوب يجي التوب، الليفت يجي الليفت، الفرونت يجي فرونت، البوتوم يجي البوتوم، برسبكتيف او هوم يرجع لايه الاصل تاني. لو مسكت فيو كيوب ده من هنا كده ابتدي الف في الايه الشكل بتاعي، مش بلف في الشكل سوري، انا بلف حوالين الشكل. في فرق كبير قوي من ان انا امسك جسم ويلف او الف حواليه. هو هنا طبعا بيتهيالي ان هو بيلف، لكن انا فعلا بلف حوالين الشكل، مش هو اللي بيلف ايه من نفسه. الفيو بورت كيوب ده ممكن ان انا اقف من هنا كده واقول له سوري، اقف من هنا واقول له كونفيجريشن فيو بورت، واقول له والله الفيو بورت كيوب ده انا مش عايز اشوفه، هقول له اوكي يبقى راح. وما بيروحش من واحد بس، ده بيروح من الكل، تمام. يعني في الاربعه فيو بورت بيبتدي الايه الفيو بورت كيوب ده يختفي منه. في كمان حاجه تانية اللي اسمها السترينج ويلز، ليها شورت كات اسمه شيفت دبليو، هنستخدم الشورت كات ده. طلعت عجله زي ما احنا شايفين كده، العجله دي ممكن نعمل بيها زوم بقى الحاجات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، زوم واوربت وبان، وهنا هيستوري لكل اللي فات ده. هيستوري بصوا للادوات النافيجيشن بس، الهيستوري ده للزوم والبان والروتيت والاوربت. اوكي طلعت معايا السترينج ويلز دي، ولو مش عايزها اقفلها من هنا. ننساش ان هي ايه زي ما احنا قلنا ليها شورت كات شيفت ايه شيفت دبليو على الكيبورد، وبقفلها منها. طبعا هي مفيده جدا، هيلبفول. ممكن برضو نشوف فيها حاجه كده، اللي هي لو انا عندي حته مثلا زي السنتر دي، لو انا عايز النقطه دي في السنتر بتاع الايه الشاشه، فخدها حطها في السنتر بتاع الايه البرسبكتيف، تمام. فبرضو ايه النقطه فيها حته برضو اسمها الووك، لو انا عايز امشي جوه المشهد زي ما احنا قلنا ايه ووكس رول دي برضو موجوده ايه موجوده جوه. هقفلها كده، يبقى انا قفلت الايه السترنج ويلز. بكده يبقى احنا خلصنا السي سبيشال كنترولز، وخلصنا كاستمايزنج ذا يوزر انترفيس.